طلعت بيها يعني سافرت بيها كام سفريه كده، سافرت بيها الامارات، سافرت كويس قوي لبنان. وبعد ما جينا من السفريات دي كان مايكل ايفرت هو المهم، وكان معايا ربنا يديله الصحه الكابتن عزت ابو الروس مدير الكوره، وكان معايا معايا اهو، وانا كنت متولي الفرقه في هذه الفتره قبل مايكل ايفرت. الصوره دي طبعا يمكن معرفش يعني مش فاكر دي من صوره ماتش ايه، بس دي كانت فيها شيء من ال يعني الغضب شويه، متضايق شويه او زهقان او في حاجه في الملعب حصلت ما خلتنيش مبسوط يعني، مش الصوره كده شكلها مش مبسوط يعني. كابتن حسام حسن دي طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا برده كنا بنعشقها على فكره في النادي الاهلي، وانا كنت بحبها قوي، كنت دايما تحس ان انا لعيب محترف، ما كانش نظام الاحتراف لسه ما كانش داخل مصر، ولكن كنت محترف لاني عشت النادي الاهلي، كنت بروح النادي الاهلي الساعه 10 الصبح نمشي الساعه 12 بالليل، كانوا دايما يقول لك اللي عايز مفتاح النادي الاهلي يلاقيه مع فتحي، ودايما من الهوايات الحلوه كنت بحبها فعلا البلياردو، كنت بضيع في وقت برضه كتير قوي، ومعايا كان الكابتن حسام حسن هو كان لسه لعيب وانا كنت مدرب يعني. طب مالكش اي قصه كده مع الكابتن حسام حسن ما حدش يعرف فتحك كده كواليس؟ لا الكواليس بتاع الكابتن حسام يمكن برضه احنا مطالين فتره المنتخب، كان الكابتن حسام حسن يمكن كان هو واني رمزي وانا كنت في الدفاع الجوي، كان معسكرنا دايما في الدفاع الجوي، وكان دايما في التزام شديد جدا في معسكر المنتخب في الدفاع الجوي، وكنا من تيم اللعيبه معاد الساعه 10 كله داخل الاوض، كله داخل الغرف وبيطلعوا التلفزيونات الساعه 11 يعني، كل الناس ده نظام معمول بيه دايما فتره المنتخب، كنت متولي المنتخب مع الكابتن جوري الله يرحمه. الكابتن حسام والكابتن هاني رمزي جولنا الساعه 11، جوم الساعه 11 انا كنت مبلغ دايما البوابات وبتوع الامن ان مفيش والله ده كان معسكرات صارمه دي، ان مفيش لعيب اي لعيب يخرج او اي لعيب بعد الساعه 10 يدخل قولوا لي، فبلغوني قالوا لي ده الكابتن هاني كانت الساعه 11، الكابتن هاني رمزي والكابتن حسام حسن الاثنين بره ندخلهم، فقلت لهم لا استنى ننزل لكم، قلت لهم انتوا فين ومش فين؟ قال لك لا كنت في البيت ومش في البيت، ومعلش يا كابتن عشان خاطرنا بقى ومشي الامور ومش مشي الامور، ولكن ما فيش حاجه اسمها مشي الامور، كل واحد خصم منه 1000 جنيه في هذه الفتره، وكانت الفتره دي برضه ال 1000 جنيه يعني بتلسع اللعيبه فعلا. وكانت الميزه برضه يا كابتن ان هم برضه كان عندهم برضه التزام وانضباط في كانوا لا ده انا على فكره لا ده انا على فكره برضه معلش انا في قصه برضه ان حسام وابراهيم على فكره مرنتهم وهم 13 سنه في النادي الاهلي 13 سنة ما كنتش اعرف الاثنين من بعض، ما كنتش اعرف الاثنين من بعض، كنت بلبس واحد بلبس انا فاكر واحد 7 وواحد 9، وكانوا الاثنين عندي في فرق الناشئين في النادي الاهلي، وتوليت معاهم 13 و15 سنة ومشوا معايا فترة كده، وبعد كده حتى في يمكن في احد المواسم استغلتهم برضو كان عناصر صغيرة يمكن اللي كان فيها حصل يمكن ايقاف بعدد لعيبة من 13 لعيب من النادي الاهلي بسبب ان هم كان لهم مطالب واتوقفوا ايام برضه الكابتن محمود الجوري، وانا توليت الفرقه في هذه الظروف، وكان معايا برضه وكان معايا برضه حسام ابراهيم. تمام دي برضه على فكره دي في نادي الشرقيه، الصوره دي في نادي الشرقيه، نادي الشرقيه انا فاكر كويس قوي، وبرضه نادي الشرقيه من الانديه اللي مرنتها، وكنت بقى حتى كانوا جايبين لي كور البين الكور جديده وتبص على الكور ايه اللي يناسب الفرقه، فكنت طبعا ايدي كان زي الميزان يعني الصوره زي الميزان، فقاعد اوزن الكره اليمين اللي تناسب الفرقه، فاخترت الكره اللي على ايدي اليمين. الاثنين كانوا كويسين اكيد لا بس اليمين اتقل شويه. قياسات قياسات بس مش فاكر ده مين. قطاع ناشئين ده مين ده؟ استنى خدت دي كاسات بتاع ناشئين لا دي الصوره دي برضو وانا كنت بمرن بتروجيت، وبتروجيت كان في الدرجه الاولى قبل ما يطلع ممتاز، وكان معايا الدكتور قاسم، الدكتور قاسم كان بيعمل كاسات لبعض اللعيبه بس مش مازال في مين اللي على الجهاز ده، وبرضو انا اشتغلت فتره بتروجيت ولم يحالفني التوفيق في الصعود للممتاز، لان كان عندي فراوده يعني مش عايز اقول لكم كانت تبقى تحت الثلاث خشبات، وكل معدل كل مباراه 6 7 اهداف بيضيعوا، وعشان كده ما تساعدتش ممتاز. الصوره دي بقى يا كابتن اكيد ليها ذكريات جميله مع حضرتك طبعا، لانها صوره مع الكابتن محمود الجوهري كابتن فكري صالح. الصوره دي برضه على فكره يمكن
جماعتنا كلنا نشوف قبل لما نطلع ببطولة الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو 98. يعني كنا بنتناقش برضه في بعض الأمور الخاصة بسفر الفرقة والخاصة بالإقامة، لأن احنا كنا شعرنا الإقامة هناك إقامة تبقى متعبة جدا بالنسبة لنا، وكنا بنجد البدائل أو البدائل كان طبعا الكابتن سمير عدلي المدير الإداري كان هو بيقوم باتصالات مع السفير علشان يعرف إيه اللي ممكن. والسفير ده كان اسمه محمد سعيد، ومحمد سعيد ده من السفراء الهايلين جدا، ولحد دلوقتي على فكره ليا صداقه معاه وليا اتصالات معاه، لانه الراجل فعلا كان خدم المنتخب خدمه كبيره جدا جدا في هذه البطوله الافريقيه اللي هي بوركينا فاسو اللي حصل نصب عليها في المركز الاول وحصل على البطوله. على ذكر الحديث وبوركينا فاسو طبعا، وكانت مصر كلها متوقعه ان مصر هتروح وترجع، فعايزينك تحكي لنا برضو على شويه كواليس وبوركينا.